إفادة الخبر بالمختصر. أنا كنقول لهم غير راحوا راه عندنا أولادنا وحفادنا والآخر كانت شي حاجة فينا ما عندناش مشكل ولكن كتكون مبنية على شي حق ومبنية على شي حاجة اللي عطيت لنا هذه القرفة من مسامح الحاج مو من مسامح لا معليش معليش هذه هي واحد لوكازيون لأن الحاج اضطريت بزاف تحكم وكيتعي العصا وكيت العصا علاش شدوا عليا ما فيها ولكن اليوم السي الحاج فيه تكريم لا سلام عليكم الامنيه اللي عندي الا بغى يدير لا نفكر في التكريم ديال هاد الناس اللي كتليك خاصه الحاج بوجمعه والحاج محمد كارم هذه امنيه ما وصلتش ليها كنت نتمنى باش غادي ندير لهاد الرجال ما ادراك بوجمعه وما ادراك محمد كارم فهمتي انا هذوك بعدو ناس خلوقين ناس ما هذا فيهم التشويشه فيهم حتى شي حاجه انا غير اللي بغيت نقول الاحترام تكون ثقافه الاعتراف الصغير يحترم الكبير ما تدخلش البارح تسني في مكاتب تتوش باش تلقى وانت ما عندكش اضافه فهمتي اللي ما عندوش اضافه يمشي بحال هكا واللي عاونك مرحبا به وعاون هذا الرجل هذا حق راه مع الثلاثه عاد خدم الاجتماع ديالو وكل شيء باش يمشي لدارو باش يجي يجلس لاخر كي غيدير هذا معروف خصنا نكون نحبو خصنا نرحبو به وخصنا لاخر وخصو عاود كاين بعض الناس اللي غادي نقول لهم ليه باش يتصل بهم يتصل بهم لانهم حتى هما يعطيو ليا المساعده إذا الكاك مشات في الاتجاه الصحيح بدا الاخر ترواي يا مول باللي غيجي بوكو سبونسور وهاجو لينا الكاك كتغلي شكون هذا اللي ما جبش في الكاك في دارو ثلاثه ولا اربعه المرات مع والدي شكون هذا اللي ما عندوش ولد صغير في الدار انه كل نهار كيقول لي الكاك حنا الشراكات اليوم تنحاولوا نكثروها تنحاولوا نديروا ان فور ماركتينغ كبير باش نقدروا نجيبوا الشراكه انا سنشارك مباشره سيدخ دماء جديدة في الخزينة ديال المدينة باش نقدروا نحلوا المشاكل اللي عندنا لأن حنا اليوم تنحاولوا نخرجوا بالقريب إن شاء الله ديال نادي القنيطرية إلى بر الأمان وهادشي ما تيجيش غير يعني بالكلام وإنما تيجي بالشغل وبحث على المستشارين اللي حل الأزمة الخانقة المالية اللي تنعيشوها اليوم في النادي هو كما شفتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانه كاين هناك اقبال كبير لا من اطفال لا من شيوخ لا من رجال نساء الحمد لله اليوم كاين واحد التضامن كبير مع نادي القنيطرة لانه الناس تخرج من الازمه والحمد لله اليوم احنا نهار كبير عندنا هذا بانه خرجنا من يعني بانه الجمهور تيتضامن معنا باش نخرجوا من الازمه. ما فكرناش فيها دابا ولكن ان شاء الله تقدر تكون لان الساحات تيدخلوا في اللوجيستيك وبالنسبه لنا اللوجيستيك ديالنا حتى تحاولوا ندبروا لانه ما تنساش بان الناس كلهم يسوقوا ويدبروا ونتمنى والله هذيك الكلام موده نقدروا نفكروا فيها باش نقدروا نطوروها ان شاء الله. ونحلوا الجمهور القنيطري حتى نقول لهم بانه رساله شكر واعتراف هادشي اللي داروا معنا في هذه الحمله في التذاكر ونتمنى انهم يبقوا معنا فقط في المغرب ويمكن عقل هذا التسجيل ربما واحد 50 تدافرت مع الرئيس مع هذا الرجل خصنا نقول له اكون ولا لا اكون راه الناس حبوا الكاف راهو الناس حبوا الكاف وسبحوا الكاف ولكن الكاف خصنا نمشي اش فرضنا بدابا الاشخاص الكاف تمشي عندك النتيجه الكاف تعطيه في المساعده ديالو وان شاء الله يكون خير ولا طلعت كلية ديفيزيون واش انا نشوف في الجوال في المجلس ما كاس العرب حتى ثلاثه ديال الكرنسي ونعطيك نعطيك 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 نع
رسالة للجمهور، رسالة للجمهور يشجعوا الفريق ديالهم ويبعدوا من المشاهد يتحققوا يعني هذا من المشاهد اللي كنتم راه شي ساعة يمكن خصهم يقلبوا علاش هذا الفلان جاب ديك المشاهد علاش عندهم علاقة عندهم من المشاهد نصيحة وبعدوا من المشاهد من المشاهد تبدل أكيد.